جولتنا النهاردة بقى هي كنز لكل بنت بتدور على الترندات، وكل بنوتة عندها بيج اونلاين او بتفكر تعمل مشروع خاص بيها، ولكل بنت عايزة توفر، وكل ست بيت عايزة تتسيغ وما تدفعش اكتر من 300 جنيه. احنا النهاردة عند محل سوق الصين العظيم، المكان ده هتلاقوا عنده كل الشغل الاستانلس اللي ما بيصديش ولا من المية ولا من البرفان، حاجات كده في منتهى الجمال والشياكة والدلع، ومحدش هيشوفها في ايدك وهيشك لحظة انها مش ذهب، يعني حاجات تلبسيها وتتباهي بيها، واللي يقول لك دهب قولي له ايوه ده دهب ونص كمان. تعالوا بقى اوريكم الحلويات والعروض اللي بتبدأ من اول 25 جنيه بس. يلا تعالوا بقى اوريكم الحلويات اللي موجودة عند سوق الصين العظيم. المحل زي ما قلت لكم كده هو شغله ستلس، يعني ضد الصدف، مية معاكي وبرفين، فالحاجات دي هتاخديها اكنك بتشتري دهب بالظبط. الكوليكشن هنا كبير جدا، وكل الحاجات الترندي هتلاقوها موجودة عندهم. تعالوا بقى نشوف كده الحاجات ايه عن قرب. بصوا بقى الانسيالات دي تحفة قوي، وبصراحة مدوخاني يعني اونلاين مدوخاني. انا بقى جبت لكم منبع بتاعها، يعني هتيجوا هتجيبوا بسعر الجملة. شايفين الانسيالات دفاير ده انا بعشقه وبعشقه، شكله رهيب. موجود بقى منه اهو زي ما انتم شايفين كده، الجولد والسيلفر وجولد في سيلفر، وده كمان برضو. وكان في انسيال كارتير، استنى هوريه لكم، ده تحفه رهيب. الاسعار عنده في الانسيالات بتبدا مثلا زي ما قلت لكم كده، هتلاقوا في اسعار من اول 35 جنيه بالظبط هتقدر ان انت تجيبي انسيال. يعني تعالوا واسالوا عن عروض ال 35 وال 25 في الانسيالات. الاساور بقى بصوا شايفين الثلاث غوايش دول مع بعض عليهم عرض ب 40 جنيه، والاساور دي كل اسوره ب 40 جنيه. بصوا شكلهم حلو جدا وشيك قوي قوي قوي. ودول كمان، بس دول مقاساتهم مش موجوده كتير اهو. الحاجات دي ستلس ما بتغيرش لون، يعني ميه تمام وبرفان تمام وكل حاجه تمام. باقي الاساور، الاساور دي اهي اللي هي ب 40 جنيه ده عرض. باقي الاساور بقى اسعارها ما بين ال 100 120. بصوا بقى الاسوره دي جميله قوي وشيك جدا، وريها لكم اهي، دي تحفه عجباني قوي قوي رهيبه. وكمان طبعا الاسوره المسمار وموجود منها الخاتم اهي، يعني هتيجوا تاخدوا الطقم الاسوره والخاتم مع بعض. وعندهم بقى بوكس اساور ب 75 جنيه. يلا بينا يلا بينا اوريهم. بصوا ب 75 جنيه كل دول ب 75 جنيه. هوريكم برده كام شكل منهم اهو. استنوا يا اصلا اهو، التصويرة دي مثلا حلوة قوي ورقيقة جدا ب 75 جنيه، ودي كمان 75 جنيه 75 جنيه، والكميات كتير. أول حاجة دي أنا اللي أهو ب 75 جنيه كل الأساور دي ب 75 جنيه. أنا بحاول يعني طبعا الأشكال كتير جدا، فأنا هحاول إيه أطلع لكم. بصوا دي سيمبل قوي وشيك جدا 75 جنيه. الحاجات دي ستانلس ما بتصديش، معانا مية وبرفان مفيش أي مشكلة فيها خالص. الحلقان بقى وترندات الحلقان، بصوا كل الأشكال الترندي هتلاقوها موجودة، حاجه كده في منتهى الجمال. وعايزه اقول لكم بقى ان هم عاملين عروض على الحلقان من اول 35 جنيه هتقدري ان انت تجيبي حلق. هوريكم الاشكال ب 35 جنيه. بصوا 35 جنيه الحاجات دي ستلس ما بتصديش، وموجود منها كميات. اللي شغالين بقى اونلاين وشغالين محلات هتقدروا ان انتوا تجيبوا الكميات اللي انتوا محتاجينها. والعروض اللي موجوده عند سوق الصين مش هتتكرر تاني، يعني مجرد ما تخلص مش هتتكرر تاني. انا هنزل لكم كل تفاصيل المحل، العنوان بالظبط واللوكيشن ولينك التليجرام ورقم التليفون عشان تقدروا تتواصلوا معاه. الحلقان البريمه بقى بصوا اشكال كتير جدا ب 15 جنيه، يعني الحلق ب 15 جنيه اشكال كتير قوي. بصوا ده لذيذ جدا وسيمبل قوي قوي وستلس
ضد المية. الحلقانة اهي ب 35 زي ما قلت لكم، في منها كميات كل دول ب 35 اهو، والجملة موجود الديسكت عرض ال 35 جنيه. السلاسل بقى بتبدأ من اول 35 جنيه، ده السلاسل دي طبعا الترند ب 35 جنيه، اشكالها كتير قوي اهي، السيلفر والجولد كوليكشن بقى السلاسل عنده كله ترندي. هي اسعار السلاسل تبدا من كام؟ من 75 لغايه 120. الاسعار دي اسعار جمله، اسعار جمله، يعني اللي شغالين اونلاين تقدروا ان انتوا بقى تيجوا وتجيبوا البضاعه بتاعتكم من هنا. وعلى طول دايما بيعمل عروض على حاجات معينه، يعني في عروض كده عاملها ب 25 جنيه. تعالوا اهو بقى السلاسل والانسلات دي ب 25 جنيه، شايفين؟ كوليكشن كبير جدا برضو ب 25 جنيه بس، والحاجات دي استلس يعني معاكم ميه وبرفان. ظهر الحيه الترند طبعا هتلاقوا موجود منه هنا سلاسل وانسيالات. ظهر الحيه بصوا، دي القصيره ودي الطويله، والضفاير اهي، ودي برضو كل الشغل الترند، السيلفر والجولد، كل حاجه سيلفر والجولد. بصوا الثلاثه دول ظهر حيه ثلاث الوان اهي. الحاجات دي استلس معاكي ميه ومعاكي برفان زي الذهب بالظبط. الاستلس دلوقتي هو بديل الذهب. بصوا السلسله دي ترند جدا دلوقتي بصراحه، تحفه وشيك قوي، موجوده هنا عند سوق الصين العظيم الحجم الكبير، يعني الفص ده الكبير ب 95 جنيه بس، وموجود منها دست للكميات اهو. بصوا ما شاء الله، علشان شغل الجمله والاونلاين اهي موجوده ب 95 جنيه. طبعا بقى انتوا عارفين بتتباع بكام. يلا بقى نشوف باقي الترندات. الخواتم بقى، اي خاتم من دول ب 45 جنيه، دول فري سايز اهو، يعني هتلبس اي مقاس عايز مفيش مشكله اهو. الاشكال حلوه قوي بصراحه، كلهم فري سايز تمام. ودول بقى برضو ب 45 اهو، الخاتم المسمار اللي لسه وريتكم الاسوره بتاعته. المحمس بقى موجود الجولد والسيلفر بكام؟ ب 55 جنيه بس، مش هتعرفي تفرقيه عن الذهب خالص. الحاجات دي استلس يعني ضد الميه وضد البرفان تمام معاكي، مفيش اي مشكله خالص. وعلشان بقى سوق الصين العظيم بيحطم وبيدمر اسعار، فمنزل دبل الفسوس ب 25 جنيه. ممكن تجيبهم لي؟ 25 جنيه، شايفين؟ دي 25 جنيه. طب الدبل بقى العاديه اهي، موجود الساده، موجود المقلم، موجود كل اشكال الدبل. وعشان برضو بيحطم اسعار عمل الدبل ب 30 جنيه بس. الشياكه بقى، بصوا الخواتم دي شيك جدا جدا جدا، مقيمه قوي، دي بلاتين هتحافظوا بس عليها من البرفيوم، اهم حاجه ما يجيش عليها برفيوم ومش هتغير لون خالص، وب 40 جنيه بس. سوق الصين بيحطم وبيدمر اسعار. بصوا بقى الحلاوه، في سوق الصين هتلاقي كل الاشكال الترندي، سواء بقى في الانسيالات او الاساور او السلاسل او الحلقان، موجودين في الموسكي. هنزل لكم العنوان واللوكيشن وارقام التواصل ولينك التليجرام. سوق الصين العظيم موجود في الموسكي، حارة اليهود، شارع كشر الامبراطور، قدام محل الخواجه ومحل الاسكندراني بالظبط.